السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني إعدادي أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله بنلتقي مع بعض علشان نراجع على أول نص من النصوص اللي أخذناها في منهج الصف الثاني الإعدادي، وهو درس أو نص نصائح غالية. تعالوا مع بعضينا كده نركز ونحل التدريبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. أولا، السؤال الأول، اختر الصواب مما بين القوسين. طبعا التدريبات دي يا شباب هتلاقيها عند حضرتك في البوكلت. لا تصعر خدك اسلوب، ده اسلوب لا تصعر خدك، ده يبقى اسلوب نهي. اسلوب ايه؟ نهي. مضاد كلمة، مضاد كلمة مختال، مضاد كلمة مختال معناها مضاد، هي معناها متكبر او متباهي، يبقى هتساوي متواضع. تمام؟ طيب، اعراب كلمة صوت. هو بيقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. محدش يا شباب يقول لي إن لصوت هنا دي اسم مجرور، عشان لام هنا عندنا دي مش لام حرف جر، إنما اللام دي اسمها لام التوكيد اللي بتدخل على خبر إن، يعني هي حاليا خبر إن، هي إيه؟ خبر لإن. بيقولوا عليها إيه بقى اللام اللي بتأكد اللي بتدخل على خبر إن دي؟ اسمها اللام المزحلقة. سريعا كده عشان برضه حضرتك يبقى عندك خلفية عن الموضوع، اصلا اللام دي اسمها لام الابتداء، ودي وسيله من وسائل تاكيد الجمله الاسميه بتدخل على المبتدا. لما الجمله الاسميه اللي بيدخل عليها لام التوكيد او لام الابتداء يدخل عليها ان، عشان ابقى ماكدها باهداتين توكيد مختلفين اللي هما ان واللام، بتسميها اللام المزحلقه، لان ان بتزحلق اللام الى الخبر، بدل ما كانت في المبتدا يتزحلق الى الخبر. فهنا يبقى ده خبر لإن. طيب، عما نهت الآية الأولى، تعال نشوف كده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى نهت الآية الأولى عن الإعراض عن الناس والتكبر في المشي أو التكبر بصفة عامة. وبما أمرت الآية الثانية الوقصد في مشيك واغضب من صوتك، يبقى أمرت بالاعتدال في المشي وخفض الصوت. طيب، بيقول لي استخرج من الآيتين اسلوب توكيد وبين اداته. احنا لسه قايلين مع بعض دلوقتي ان انكر الاصوات لصوت الحمير، هنا اسلوب مؤكد بان واللام اداتين هم، عشان لو برضه السؤال جالك بطريقه مختلفه اللي هو استخرج اسلوب مؤكد بادتين مختلفتين وبينهما، تبقى عارف هما ايه. طيب، في اسلوب توكيد تاني في الايه الاولى، ان الله لا يحب كل مختال فخور، اسلوب مؤكد بان بس. طيب، رقم اتنين، عايز اسلوب امر وبين غرضه. تعالى نشوف، احنا قلنا ان الايه الاولى فيها نواهي، طب والايه الثانيه اقصد في مشي اغضض من صوتك، الاثنين دول اسلوبين امر الغرض منهم النصح والارشاد. طيب، بعد كده بيقول لي عايز تصويرا جميلا، تصويرا زي التشبيه مثلا ووضحه. لما قلنا ان انكر الاصوات لصوت الحمير، هنا في تصوير للصوت النكر القبيح بصوت الايه؟ الحمار. تمام، وهنا فيها تنفير من الصوت العالي. طيب، تعال نشوف اكمل السؤال الرابع، الايات من سوره، طبعا الايات من سوره لقمان، وفيها يوصي لقمان برضو ولده بعده وصايا غاليه، منها اول حاجه اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في الشدائد وعدم التكبر على الناس والاعتدال في السير وخفض الصوت. يبقى هي دي عده وصايا وجهها لقمان الى ابنه. طيب، بعد كده بيقول لي اذكر ما ترشد اليه الايات الكريمه. تعال نشوف هنا الايتين دول بيرشدوا لايه؟ ترشد الى عدم التكبر وعدم الاعراض عن الناس والاعتدال في السير وخفض الصوت عند الحديث مع الاخرين. طيب، بيقول لي استخرج من الآية الأولى، معلش هنا اخوانا المقصود بالآية الأولى، الآية الأولى في النص مش الآية الأولى في السؤال اللي قدامك. طبعًا لما بتيجي حاجة زي كده في الامتحان بيبقى قصد الآية الأولى اللي في السؤال اللي قدامك. إنما هنا معلش يقصد هنا الآية الأولى في النص نفسه، اللي هي إيه؟
يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هي الآية دي عايز منها أسلوب شرط وحدد أجزاء. أسلوب الشرط هو قال إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يا بني إنها، من أول بقى اللي جاي، إن تك، هي دي بقى من أول هنا، ده أسلوب الشرط. إن تك مثقال حبة من خردل، إن أداة الشرط، وتكون اللي هي الفعل تكون، ده فعل الشرط. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، يأتي بها الله هنا هي جواب الشرط. تمام كده حضرات؟ طيب، ننتقل للسؤال الثاني. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ركز مع بعض كده، يقول لي استخرج من الآية الكريمة. حضرتك هتستخرج منين؟ من الآية، هتجيب من الآية، ها؟ مش من عندك. مرادف كلمة وزن، طبعا مرادف كلمة وزن مثقال، مفرد حب حبة، مفرد صخور صخرة، مفرد الأراضي الأرض. طب جمع السماء السماوات. طيب ماذا يريد لقمان أن يعلم ابنه في هذه الآية؟ طبعا لقمان عايز يعلم ابنه إيه في الآية دي؟ إن أعمال الإنسان مهما كانت حجمها ومهما كانت وزنها، إن ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل الأمور وكل أعمالنا وأقوالنا، فلازم الإنسان يراقب الله في أعماله وأقواله علشان ما يرتكبش خطأ يحاسب عليه. السؤال الثالث: ماذا أفاد النداء في أول آية؟ يا بني، أفاد إيه هنا النداء ده؟ التنبيه وإظهار طبعا العطف والإشفاق والحنو، وصف حبة بمن خردل تدل على الدقة والصغر. طب التضاد بين السماوات والأرض، أفاد التضاد بين السماوات والأرض حاجتين، طبعا تأكيد المعنى وتوضيحه، وعموم وشمول علم الله بكل شيء. يبقى تضاد يؤكد ما نوضحه، وهنا في عموم وشمول لمدى معرفة أو قدرة الله سبحانه وتعالى في علمه بخفايا الأمور. طيب، علل لما يأتي: أقم الصلاة أجمل من أدي الصلاة، لها سببين. السبب الأول لأن إقامة الصلاة أو أقم الصلاة تدل على ضرورة إقامة أو أداء الصلاة كاملة الأركان في أوقاتها، زائد إن فيها تصوير للصلاة ببناء يقام. تمام كده؟ طيب، السؤال السادس يقول لي: علل لما يأتي: بني أجمل من ابني، برضو ليها سببين. السبب الأول إظهار الإشفاق والعطف والحنون، السبب الثاني هي جاية بني يعني مصغرة من كلمة ابن عشان يدل على حاجة هذا الابن الدائمة إلى النصر. تمام كده حضرات؟ طيب، ننتقل بعد كده للسؤال الثالث. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. معنى كلمة تصعر خدك تميله إيه؟ تواضعا ولا خجلا ولا تكبرا؟ أكيد تكبرا طبعا. مضاد اخفض، اخفض يعني اخفض، يبقى عكسها ايه؟ ارفع. مفرد كلمة الحمير الحمار، الحمار ها مش الحمار. ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هنا بتنهى عن السعادة ولا الفرح ولا الخيلاء وتجاوز الحد؟ طبعا الخيلاء وتجاوز الحد. طيب، الآيات الكريمة درس تربوي يعلم الآباء فيه كيفية نصح أبنائهم، وضح ذلك من خلال فهمك. هنقول هنا إن الآيات دي كانت تعتبر درساً تربوياً، حيث توجه لقمان إلى ابنه بالنصح بصيغة أو بصورة طيبة وفيها إشفاق وعطف وحنو، ووجه إليه أمور ونواهٍ حتى يستطيع من خلالها ومن خلال تنفيذها أن ينال رضا الله في الدنيا والآخرة وينال محبة الناس في الدنيا. طيب، ما نوع الأسلوب في قوله تعالى: واغضض من صوتك؟ وما الغرض منه؟
طبعا اغضض من صوتك ده اغضض ده فعل امر، يبقى انا عندي على طول ده اسلوب امر، والغرض منه هنا ايه؟ النصح والارشاد. السؤال الرابع، اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر وصايا تعرضت لها الايات، اكتب مما حفظت ما يدل على هذه الايات. نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. دي الايه اللي بتدل على المعنى ده. طيب بعد كده السؤال الرابع، اختر الاجابه، جمع كلمه الصلاه الصلوات، اول واحده الصلوات، مضاد كلمه المعروف. ابوس ايديكوا عشان في ناس هتقول لي المجهول، اقرا الايه. امر بالمعروف، هي كلمه المعروف هنا الحاجه المعروفه ولا كل عمل فيه خير؟ طبعا هنا كل عمل فيه خير، بعكس المنكر اللي هو كل عمل فيه شر. مش معروف بمعنى ان هو معروف او معلوم للناس. طيب اشتملت الايه الكريمه على وصايا عظيمه، اذكر طبعا اشتملت على وصيه اقامه الصلاه والامر بكل عمل فيه خير ورضا لله، والنهي عن كل امر فيه غضب لله، والصبر على كل ما يصيب الانسان في حياته. طيب استخرج من الايه الكريمه تضادا واذكر قيمته. عند حضرتك كلمه امر وكلمه انهى تضاد، عندك كلمة المعروف وكلمة المنكر تضاد، تمام؟ ولو قلنا أمر بالمعروف على بعض وإنهى عن المنكر على بعض هيبقى مقابلة اللي هو تضاد بس ما بين جملتين. طبعا قيمة التضاد دي يؤكد المعنى ويوضح. طيب رقم أربعة، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، اكتب من النص ما يدل على هذا المعنى، اللي هي أول آية خالص، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تمام؟ وبكده حضرات إحنا انتهينا من التدريبات الخاصة بنص نصائح غالية. إن شاء الله نلتقي على موعدنا ده بإذن الله على نفس اللينك كل أسبوع في نفس الموعد. شكرا وإلى اللقاء.